الكورة زي الحياة، مسارات، عندك خيارات، تقدر تمشي في المسار ده وتقدر تمشي في المسار ده. بين كل هذه المسارات كل مسار له نهاية، والتجارب بتقول في مسار يفضي إلى الندامة وفي مسار يفضي إلى المسرات، إلى مزيد من الأحداث السارة. هي كده، هي دي خيارات الحياة، وكل واحد بيختار بيتحمل نتيجة اختياراته، يسعد أو يشقى، يتألق ويبدع ويمتع ويوصل لأعلى مراتب المجد والنجاح، أو ينتهي إلى اللاشيء أو إلى ما لا يحب أي إنسان. هي دي مسارات الحياة وخيارات الإنسان فيها. في الكرة نفس الحكاية، ربنا بيديك موهبة، بيديك لحظة للاختيار، بيديك تجارب للآخرين، بيديك شعاع كده بينبهك ده تمشي فيه ازاي وده تمشي فيه ازاي، وده هينتهي بيك الى سين وصاد وعين، وده الى ما انتهى اليه اخرون. في الكرة، وده الكلام مش من وحي الاحداث، لكن هي تذكرة لكل اللاعبين لا سيما الموهوبين منهم، اللي ربنا اداهم موهبة، اللي عليهم ان هم يختاروا، اللي عليهم ان هم ينتبهوا، اللي عليهم ان هم يقدروا انه ربنا هباهم او وهبهم موهبه ممكن جدا تسعدهم، وممكن جدا لو ما استفادوش بيها يا باشمهندس ينتهوا النهايه الوحشه. في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات في الفتره اللي كنت بكتب فيها في الصفحه الرياضيه في المصور، كان في لاعب موهوب جدا جدا في النادي الاهلي، ولكنه كان حاسس بنفسه وكان عنده مشاكل كتير. فكان مقضيها يا غضبان يا زعلان يا بيصالحوه يا فكتبت كلمتين كده بقول له يعني انت تستحق اكثر من اللي انت وصلت له، رغم ان انت شعبيتك كبيره جدا ما تتصورش ان ده نجاح. تقدر تعمل افضل من كده. فقابلني في النادي زعلان شويه يعني، وقفت معاه قلت له انت زعلان؟ قال لي انت ليه كتبت كده؟ قلت له ممكن اسالك سؤال؟ ايه البنك اللي تسحب منه وما تعرفش تحط فيه؟ بص لي كده. قلت له العمر. ورقه النتيجه اللي تتقطع ما تقدرش تلزقها تاني. سقطت. عدت. وعمرك الكروي بالذات الرياضي ما انتش فنان. يعني الفنان مثلا يلعب الجان هيبقى حبيب. تكبر شويه تلعب دور الاخ الاكبر. او افلام الاكشن بالظبط. تكبر اكتر ممكن تلعب دور الاب صحيح، او دور مش عارف ايه. لكن في الكوره يا حبيبي هتلاقي نفسك في حته تانية، يا بتبطل يا بتمرن. ما كانش فيه بقى تحليل ولا كلام ده. فانت خلي بالك انك انت، انا كتبت عشان انبهك، العمر هو اللي لا يمكن، لا يمكن بنك العمر انك تحط فيه حاجه، كله سحب. اسحب زي ما انت عايز بقى. انا بقول هذا الكلام النهارده لبعض النماذج اللي قدامي اللي ممكن تكون مش واخده بالها ان هي عماله تسحب من الرصيد عمرها في وقت لا يمكن تعويضه. لازم ربنا لما يديني نعمه لازم افهمها واحافظ عليها وانميها، مش اتعامل معاها بان يعني بغطرسه وبغرور وبان انا الناس بتحبني فاضغط عليهم. لا 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 لا، بعد ما بتبطل كل ده الناس بتشوفه وبتحكم عليك. وتجارب الاخرين على حلوها ومرها هي الدستور اللي بيقدر يحكم علاقه كل هؤلاء الموهوبين بالكوره وبالرياضه وباي موهبه ربنا بيهبهم بيها. كابتن شطه تذكر، كابتن شطه تذكر مسار واحد كان في قمة الموهبة، محمد عباس لما وصف بمحمد عباس الإنجليزي كان في قمة الانطلاقة والقوة، لاعب في السبعينات لما ظهر امتلك ثلاثة صعب جدا يتوفروا عند حد مرة واحدة، القوة والسرعة والمهارة. قوة والسرعة والمهارة ميزوا محمد عباس جدا، لكنه دفع ثمن سلوك نتمنى انه ما حدش غيره يدفعه ابدا، لانه حتى الراجل في كل الاستضافات الاعلاميه وفي كل ظهور ليه كان بيعترف بانه فعلا
قصر في حق موهبته واهمل قيمه اللي ربنا اداهوله فانتهى الى لا شيء. نشوف الكابتن شطه وهو بيتذكر مسار محمد عباس. ما حاولتش تنقذه من يعني مستنقع المخدرات والسهرات الحمراء والحاجات دي؟ والله تعرف هو محمد عباس في الفتره دي، تخيل انه محمد عباس في الفتره دي احنا كنا بنروح نجيبه وكنا بنعزله تماما عن الناس اللي معاه دول ونحطه تحت المدرجات، يعني كان سامح مباشر الله يمسيه بالخير الحقيقه، كان لواء وكان مجند معاه، كنا بنجيبه بنقعده تحت المدرجات محصار التيتش عشان برضه ايه نقدر نحافظ عليه في الفتره ديت، وكان بيلعب وبيأدي، والسلوكيات دي اللي كانت موجوده دي كانت دي طبعا انه حياه كانت بالنسبه له. او محمد عباس طبعا تعليمه قليل يعني ما دخلش جامعه وما دخلش يعني كان، فكان بقى سهل جدا انك انت يعني يوقع في الحاجات دي بسهوله. وبعدين للاسف الشديد وانا بقولها بصراحه اللي ساعدوه لعيبه كوره برضه من انديه اخرى يعني في لعيبه، ما هو انا بلمس في كلام محمد عباس دايما يقول يعني هو انا بس اللي كنت بشرب حشيش؟ يعني في لعيبه تانية بتقول ساعدوه في ده يعني. يمكن اذا كان في ميزه في تجربه الكابتن محمد عباس انه يحكي عنها بامانه وبدون خجل وبصدق عشان غيره يستفيد من التجربه بتاعته. بالظبط. ف ما كنتش الوحيد، لا ده في نماذج تانية كانت مهمه جدا وكانت ممكن تبقى لعيبه جامده جدا، لكن احنا بنتكلم عليه ليه؟ زي ما انت بتقول، انا مره كنت في وانا مدير النادي يعني عندنا ماتش في الاستاد، وكنا الاسبوع اللي بعديه هنلاعب المصري في بورسعيد، فوجئت ببوشكاش كان بيمرن داخل المصري داخل على المقصوره فانا قابلته، يعني احترامنا لهذا النجم الكبير اسطوره كرويه، وخدته وقعدت جنبه فبتكلم معاه، قال لي انا جاي اتفرج على لاعب واحد. قال لي مين؟ قال لي محمد عباس ابن كذا، ده عنده رجل يمين اوف ما شفتش كده. لمعلوماتك بوشكاش كان صاحب اقوى رجل شمال في تاريخ الكره العالميه. فتخيل بقى ده منبهر برجل عباس اليمين. وفعلا عباس لعب الماتش وجاب فيهم جون من بره ال 18 في الاسبوع اللي بعديه. عباس كان كالوتشاي لما جه كان يعتقد ان عباس ده هو رقم واحد في مصر. كان مهتم بيه جدا 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 جدا، رغم ان مصر كانت مليانه مواهب فظيعه. لكن هو للاسف الشديد زي ما بيقول الكابتن شطه كده، ما خدش باله ان العمر بيمضي، ما خدش باله من الفخ اللي هو اتحط فيه. يعني اعتقد ان على الاقل الناس تبص على هذا النموذج وتتعلم منه حاجه.